السلام عليكم، مساء النور. السلام عليكم، تحية لكم الاخوان. سمحوا لي واخا ما تكلمتش، حنا كنتواجدوا مقبره ديال تزارتي عرادن في الاثناء الجثمان ديال يعني الموظف التابع لاداره السجون اللي تقتل على يد الشخص يعني اللي تم القبض عليه في واحد التهمه كتعلق بالارهاب. فإنك قلت في كتابك وقولك الحق وادعوني أستجب لكم
فنحن قد دعوناك ربنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وزد عليه مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Thank you.